الورد تبع الخطبة تبع امبارح شو عمل فيه؟ كبهم بزبالة. صباح الخير معلم شفيق. صباح الخير تهاني. يسلموا ايديك. الله يسلمك معلم شفيق. انا حابة اعتذر على اللي صار امبارح. بعرف سببت لكم احراج قدام المعازيم. بس والله مو بإيدي ما حبيته لهذا فارس. ترك الحق معك، منيح اللي خلصتي منه. بصراحة أنا كمان ما حبيته. يعني ما أنك زعلان مني؟ تهاني أنا كتير انبسطت وقت اللي تركتيه، لأنه بصراحة ما بدي إياك ترتبطي بواحد مانك مقتنعة فيه. تهاني أنت حالة خاصة، يمكن أنت عم تلاحظي، يعني الموظفين كوم وأنت لوحدك كوم، لأنه إلك حيز كبير بنفسي يا تهاني، لأني بعتبرك مثل أختي الصغيرة. هل اسمك؟ مثل أختي الصغيرة. تصوري قال لي أنت مثل أختي الصغيرة. بسيطة توتي، هو بيعزك عن جد مثل أخته، بس قال إنه أنت عنده بالدنيا كلياتها. إيه ما بدي يعزني مثل أخته، بدي يعزني مثل حبيبته. بسيطة توتي، ليكي انت ليش ما بتغيري اللوك تبعك؟ اللوك تبعي؟ ايه ليش؟ شبه اللوك تبعي مو حلو؟ لا حلو كتير ما شاء الله عليكي قمر مصور، بس بلكي على هذا اللوك عم يعزك مثل اخته، بلكي على اللوك الجديد بيعزك مثل حبيبته. شو اعمل بحالي يعني؟ والله ما بعرف يا توتي، يعني منين بدنا نبلش لنبلش. صباح الخير ماما، كيف أمي؟ منيحة. ما عم تسأل عني؟ بلا. وشو عم بتقول؟ عم تقلي مشان شو احكي؟ مشان قلك إنه بس بدك تجي تضب أغراضك خبرني قبل بساعة مشان تروح لعن جارتنا تقعد عندها. إيه وشو كمان احكي؟ وقال لا بقى بدي أقلي على الموبايل إنه ما رح ترد عليك. يلا اطلعي. يا صباح الورد والفل والياسمين والقشطه والعسل والدبس والتمر. خير شو بدك؟ صرت قايلي مليون مره صباح الخير من الصبح لهلا. ما حكوا لك الشباب شو صار معي امبارح؟ لا ما حكوا لي. توتي انا امبارح كنت رح انتحر مشانك. وليش غيرت رايك؟ غيرت رايي لانك بطلتي تنخطبي. لو عرفان انك رح تغير رايك ما كنت بطلت تنخطب. اف يا صباح الخير، تفضلوا استلموا رواتبكم. أما شو موتور عند أبو نجيب شفت لك يا رب يفلح فلاح أبو الأرض. عن جد؟ شو رأيك هذا الشهر بنشتري موتور والشهر الجاي بنبلش بنجمع مصاري مشان العرس؟ هلأ ما في موتور نهائياً. أساساً أنت قاعد بالأوتيل أغلب الوقت، ليش بدك الموتور؟ أنا عم أقول مشان الورشات الخارجية، يعني ما فيني أقعد بلا موتور. عنتر؟ نعم. عنتر؟ نعم. صار لك سنة ما اجاك ورشات خارجية، بلا موتور بلا بطيخ، وهدول المصاري بدي احطهم بالمطمورة ماشي؟ احذري، هو ابن نجيب رح يموت على مصاري، يعني هذا الموتور ببيعه بقرد بدب، وشو عم اقول لك موتور بفلاح بفلاح. أنا فيني أقنعه وأضحك عليه، بعطيه دفعة هلا، وبعدين بقول له الباقي تقسيط، بنصير نعطيه دفعات دفعات دفعات.
عنتر. نعم. حاجة تقلي موتور. ما في موتور وما في شيء ابدا وفي شيء ابدا. لك كل مره راتب عميل، ليش هيك؟ ايش بقى؟ ليه بتلحش حالك بالنص؟ هدول ناقصين 1000 ليره. هدول تأمينات الضرائب حبيبتي. شو كل مرة شكل هالتأمينات والضرائب؟ ما بعرف، إذا عندك أي اعتراض تفضل اسألي عمو شفيق. ماشي، سلموا. نورا؟ الحمد لله هدول مو ناقصين غير 2000 ليرة. إيه حبيبتي هدول بعرف بعرف نورا، ما شاء الله عليكي ما بتنسي شيء. من هلا زوربا تفضل راتبك وناقصين التأمينات والضرائب وكمان زلفة الشهر الماضي. خصميهم كلهم على حسابي. زوربا تفضل والله معك. نورا أنا قصة الضرائب والرسوم هاي ما بفهم فيها، شو يعني كل هالقصص؟ وأنا مو فاضي أشرح لك، روح خلي حدا من الموظفين يشرح لك، تفضل. ماشي. تيرش نيفو، هلا انت كيف خليتي عنتر يحبك حبيبتي؟ حبيبتي؟ اول شيء انا بنحب ان شاء الله رتني ما قبلك، بس شو خطرت تسالي السؤال؟ بدي اتعلم منك لانه بصراحه زوربا ما عم يشيلني من ارضي. الحق معه، قصدي انه يعني شوفي انا قالت لي امي كلمه وانا سمعت كلمتها، قال مفتاح قلب الرجل بطنه. يعني شو اعمل هلا؟ اعملي له ساندويشه وخدي له اياها، بشوفها حلوه منك. عن جد؟ ايه عن جد؟ لانه ام علاء الله يرحمها كانت هي اللي تعمل لي الفطور. مسكي ايدك. الله يرحمك يا معلم. وتيرش رش تيرش رش تيرش رش. كيف لعب قصديرك؟ لعين منك قد الدنيا. يلا. رحجي فيهم الموتور. لا مين حرزي عنتر؟ خلاص باخدهم. لك خلاص ما بدي. الله يوفقك خدهم. لك لا والله ما رح. الله خدهم. ما بدي اخدهم، ما رح اشتري موتور هلا. الله منا. كان مالك زعلان؟ لا والله ماني زعلان. ليش تزعلان؟ قول والله مالك زعلان. والله قلت لك ماني زعلان. حزري شو؟ شو؟ حبتيهم هدول؟ ايه بالمطموعة. خلينا نجمع مصاري، ما بتعرفي شو بصير معنا. ايه والله. عنتر. ايه. بحبك. لاف يو. بحبك. وانا انت قوية؟ يا الله انا اسفة زوربا. مخمد مخمد منيح مخمد منيح. ايوه والله ما كنت بعرف زوربا انك ما بتاكل حد. انا اسفة. شو خاف؟ ماشي الحال. بدك ما بعدك؟ لك انه ما معقول يا كوكب. لك اساليني انه حب الحب ولا ما بحبه. طبعا رجع محمد مره ثانيه ما بتساوي لي ساندويش لك تساليني. حاضر خلص اخر مره. مرحبا، في موضوع مهم لازم احكي معكم. عجبك ما؟ طبور قلبي شو معلم السواقة؟ كتير عجبني كتير عجبني، خاصة أنا لونه أحمر مثل حبنا حبيبي. تعي نعمل دورة تانية. لا دورة تانية وقف، عنا شغل. ما بكيف رحنا هريبة؟ ولك عقبال ما أخطفك خطيفة. لك دخيل ربك أنت وراي قاعدة على الموتور هيك ولافت إيديك على خصري. لك أنا أساسا مشان هيك اشتريت ولا الموتور. عنتر استحي. هاي شو الحكي هاد؟ مني استحي. ما بعرف. بحبك. Love you. بحبك. I love you. بدي وش مسحة؟ ايه مسحة. شو قلت ابو علاء؟ انت معنا ولا مو معنا؟ لك يا ابني الصراحة والله ما بعرف. انا شايف انه ليكون بالقصة في مسؤولية. مسؤولية شو يا ابو علاء؟ نحن عم نطالب بحقنا. يا جماعة الرواتب بكل الدنيا ازدادت الا عنا بهالمنتجع. يا عزوز انا شايف انه يعني ابو علاء معه حق،
معلم شفيق كثير منيح، ما بدنا اياه يزعل منا، ما هيك ابو علاء؟ وهذا اللي قصدته لما قلت مسؤوليه. لك شو صار لك انت الثاني؟ مو على اساس قلت لي انه انا معي حق؟ زوربا الله يخليك، انت لا تفوت حالك بهيك قصه، ايه؟ لاني خايفه اذا زعل منك المعلم شفيق يقوم يقلعك. يا حبيبي، ايه؟ تصطف له، انا رح فوت لعند معلم شفيق لحالي وطالب بزياده راتبي، حدكم 60,000 جهنم. زوربا عامل لك سندويشة لبنة؟ لا بلحت. ايه وين نيفين؟ راحت على التراس لعند عنتر. تهاني قصدي توتي، في مجال تسمعيني شوي؟ في شي مرة سألتني عن هذا الموضوع قلت لك نعم؟ لا معناها لا. طيب بس اسمعيني دقيقة واحدة بس. اف نعم. أنا حاسس إنه راتبي ما عم يكفيني، يعني كل شيء بهالحياة عم يغلق إلا الراتب هو هو. وأنا شنو مطلوب مني يعني؟ أنا عم بقترح إنه نفوت لعند المعلم شفيق نشرح له الموضوع، بس ما حدا من الموظفين عم يسترجي يفوت معي. وأنا شو دخلني؟ توتي معي أنا وياكي نحكي معه بالموضوع؟ طبعاً لا. إذا شايف حالك كثير شجاعك فضل فوت لحالك، وإذا شايف حالك ما خرج الموضوع انسى. لا أنا شجاع وبعجبك. بالله؟ إيه فرجيني شجاعتك، فيك تفوت لحالك؟ هلا بتشوفي كيف رح فوت. إيه فوت، مين ماسكك؟ ماشي. معلم خير؟ خير يسيبك يا معلم. هو شبك شو في؟ لا ما في الا كل خير يا معلم، بس يعني في موضوع انا حابب احكيه، يعني هو الموضوع مو انا حابب احكيه، كلنا حابين نحكي، بس كلنا يعني انا فت لحالي، بس انا مو لحالي، يعني كلنا قصدي انا فتت لحالي لنحكي كلنا. شو في؟ شو الموضوع؟ معلم الموظفين حابين يحكوا بموضوع مشان بيتعلق بالقبض. نورة ما قبضتكم؟ لا قبضتنا معلم، يعني بس هو الموضوع يعني بيتعلق بموضوع القبض، يعني بموضوع المصاري، يعني هي المسألة مو مسألة القبض بحد ذاته، يعني القبض مثلا فينا نقول احنا يعني معلم بنفتشر. معلمي معلمي في شاب وبنت عم يمشوا على الشط ومعهم خرايط، قال هن من الأزهار. منين؟ أزهار. عزوز عزوز؟ نعم. شو لوين راح معلم شفيق؟ والله ما بعرف، يمكن راح يفكر بالموضوع. إنه موضوع؟ الموضوع اللي حكيته معك، فت شرحت له اياه الموضوع. قال لي ايه انصرف. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. حضرتك صاحب الأوتيل مو هيك؟ العبد الفقير إلى الله شفيق. نعم. طيب قد إيه صار له معمر هالأوتيل؟ والله يا ستنا هذا الأوتيل فينك تقولي يعني صار له شيء 30-40 سنة. طيب عفوا، يعني قبل ما تعمروا الأوتيل كان في آثار بالمكان؟ يا أستاذ المنطقة كلها ما فيها آثار. بس عفواً يا سيد، الخرائط اللي معنا بتأكد إنه في آثار بالمنطقة. ولو هلأ بيتصدق كلام الخرائط ما بيتصدق كلامنا؟ بكل الأحوال إذا المنطقة فيها آثار ولا ما فيها، نحن تشرفنا معرفتكم. ممكن تقولوا لي وين نازلين حضرتكم؟ والله نحن المديرية حجزت لنا شاليهات قريبة من هون، نحن وباقي المجموعة، بس أنا والأنسة فادية مفروزين لهون لهي المنطقة. طيب في مجال تتكرموا تتركوا الشاليهات اللي نازلين فيها وتشرفوا لعندي على المنتجع لحضرتك سويت وللآنسة سويت، وبتعتبروا حالكم بضيافتي، وأنا وكل الموظفين عندي بالمنتجع بخدمة الآثار واللي بيشتغلوا بالآثار، لأنكم أنتوا عم تساهموا بالسياحة. شرفوا. سبقنا زول بس سبقنا. تفضل تفضل شرفوا شرفوا. أهلا وسهلا بالست فادية. أهلين أستاذ رشيد، شرفتونا.
والله هيك كثير، كثير عم تحزن حالك. ولو مشان واجبكم اهلا وسهلا فيكم، نحن بنحبكم كثير كثير. بصراحة انتوا غاليين علينا لأنه انتوا جماعة الآثار بتجيبوا لنا سياح على البلد باكتشافاتكم، وأنا بصراحة من أنا وطفل بحب الآثار كثير. نحن مفتخر ببلدنا لأنه بلدنا هي أصل الحضارة. تصور إنه المدن اللي عايشين فيها في تحت منا مدن كلها آثار. اي نعم مزبوط يا أبو علاء. أيوة الله يرضى عليك. جيب لنا الفريدة اللي قلت لك عنه مشان تشويهم. خلص وشوي فريدنا نفسها لك. ايه يلا على عيني. صحة وانا من طعمي ضيوفنا فريدة بعمرهم ما أكلوا منها. تكرم والله ما تعزبوا حالكم. ولو أهلا وسهلا. هاي الجزيرة شو اسمها؟ هاي جزيرة النمل. معناتها مزبوط. شو هذا اللي مزبوط؟ الخرائط اللي معنا. يا أستاذ الله يطول بعمرك، الخريطة تبعكم مو مزبوطة لأنه هذه المنطقة لا يوجد فيها آثار. وين من كان في آثار بس هون ما في أثر لأي آثار. هذا الحكي مو صحيح أبدا. أنا في عندي معلومات بتأكد أنه تحت هذا الأوتيل في مدرج روماني أكبر من مدرج بصرة. شبك يا عمي؟ عفوا هذا الحكي مو مزبوط، حكي خرايط يا أستاذ. أبو علاء جبلنا الفريدات اللي قلت لك عنهم. يكون معلم يلا. لا خلاص بيكفوا هذول بيكفوا. يسلموا يسلموا أبو علاء يسلموا. أهلين صحة وهنا صحة وهنا. محل ما يسلم رياح. جاهز العصير. حاضر حاضر معلم شفيق. أهلا وسهلا. ايه وبعدين بقى ليش جمعتونا إذا ما بدكم تحكوا؟ أبو علاء ليش عم تبكي؟ إيش أول مرة تشوفي عم يبكي؟ مقضية حياته كلها بكي. هف عزوز من الصبح لهلا شبعتنا اقتراحات، احكي ليش جامعنا هالجمعة؟ يلا يا جماعة أنا جمعتكم هون لأنه لك بدي أحكي لكم موضوع كتير خطير. شو يعني بتقوم لقيامة؟ زول ما خلي عنك شوي أحكي عزوز كلنا عم نسمعك. إيه؟ الأوتير رح يطير، في تحته مدرج روماني. شو؟ مرحبا مرحبا تأخرت عليكم. ها ما فهمت يعني شو بده يصير؟ شو بده يصير؟ شو؟ شو أبو علاء؟ وين زوربا؟ ما؟ زوربا؟ شو؟ في مدرج روماني تحت المنتجع. لك شو هالحصب اللي علي يا رب؟ شو هالعصب اللي علي؟ مرحبا حبيب. كيف وفروا الغالي؟ طمني عنك. الله يبارك فيك يا فاروق. القلوب عند بعضها بصراحة مو منيح.
اليوم اجونا جماعة الآثار عم بيقولوا على المنتجع في تحت منه مدرج روماني قديم مثل مدرج بصرة ويمكن يهيموه. لك ردي ردي باين بتطرق. لك من شان الله ردي. عزوز مر معلم، انا واصل مشوار وراجع مبطا، ودير بالك على المنتجع. ها حاضر معلم. وين رايح شفي؟ رايح مشوار ضروري يا ابو نوره. لوين؟ لعند ابو فاروق. امشي لوصلك امشي. شبك عم تأخخ؟ شو في؟ لك ما عم بترد علي، ما عم ترد. مين هاي؟ لك شو مين هاي؟ ام نوره. هلا وقت ام نوره. طلع خلصت.